حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخلوا الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب لا يكتبون ولا يستقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادع الله تبارك وتعالى أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. قال فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال قد سبقت بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة فئة سابقة لغيرهم إلى الجنة حيث يحاسب الناس وهم لا يحاسبون، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، أن يدخلهم الله عز وجل بدون أن يحاسبهم، عفى الله عز وجل عنهم. منهم قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون آخر علاج الكي، يعني يصبرون على المرض ولا يكتوون، لأن الكي فيه تعذيب للنفس، يتعالجون بالعلاجات الأخرى ولا يكتوون. وكانوا قديما يجعلون مسمارا من الحديد على النار ثم يكون به مكان الألم في الظهر أو في الركبة أو كذا، وأحيانا يقولون ألم القولون مثلا يكوى في رجله في المكان الفلاني، ألم كذا يكوى، هذا قبل تقدم الطب. لا يكتوون. والسؤال الآن، هل يدخل في الكي ما يسمى الآن بالكي بالثلج لبعض الأشياء؟ الجواب لا. ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره، إذا أراد أن يرقي يرقي نفسه، لكن لا يطلب من أحد الرقي، يدعو الله عز وجل أن يشفيه. لكن لو تقدم إنسان فرقاك دون أن تطلب فلا بأس. ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، لا يتشائم شيء، دخل فلان فانطفأ الكهرباء، لا يتشائم من هذا الإنسان. فلان زاره اليوم ومشى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. فقال رجل من الحي إنه يقال في الحكمة إن منه وقار لله وإن منه ضعف. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف.